السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحول واحدة من الإبل، تكون عادة كبيرة في السن، يجوعها راعي الإبل ويربطها في مكان محدد حتى لا تبتعد الإبل عنها. يجوعها أيضا لأنه لا يحتاجها سمينة ولا يحتاج لحمها. كانت الرحول قديما تستعمل في الترحال، يركبها الراعي ويتنقل من مكان إلى آخر. هذا باختصار معنى الرحول. وكما ترى الرحول يكون لها رسن ويوضع عليها الشداد في أثناء الانتقال من مكان لآخر، ويركبها الراعي أيضا. هذه هي رحول. مع السلامة يا رحول، إني راحل عنك يا رحول. مع السلامة يا رحول. سلام يا رحول.